متحدث الحكومة مشروع قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء يعالج 8 حالات كانت غير موجودة في القانون القديم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. أهلا وسهلا بكم متابعين القناة الكرام، معكم مصطفى بشير. النهاردة معنا موضوع جديد من مواضيع المصالح الحكومية، حنتكلم النهاردة على قانون التصالح الجديد وممثل الحكومة الدكتور نادر سعد. طيب الدكتور نادر سعد بيقول إنه قانون التصالح الجديد سيعالج 8 حالات أبرزها التصالح على البناء خارج الأحوزة العمرانية والسماح بالبناء بعد أخذ نموذج 10. طيب قبل ما نشوف تفاصيل الموضوع، يلا نعم الاشتراك في القناة لو بتشاهدنا لأول مرة عشان يوصلك كل جديد بالمصالح الحكومية. كشف السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء تفاصيل قرار مجلس الوزراء في مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها. وأكد نادر سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسؤوليتي المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء أن مشروع القانون الجديد عالج كل الحالات التي لم يكن مسموحا التصالح بها، لافتا إلى أن القانون القديم يتضمن 8 حالات كان لا يجوز التصالح بشأنها، لعل أبرزها التعدي على خط التنظيم والقيود الخاصة بالارتفاعات البناء خارج الأحوزة العمرانية، لكن حاليا سيسمح بالتصالح معها. وأشار إلى أن هناك حالات استثنائية لن يكون هناك تصالح معها في القانون الجديد، موضحا لو كان البناء مخالفا للسلامة الإنشائية أو كان بناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار أو تعدي على مياه نهر النيل فلن يتم التصالح معها. يبقى هنا الاستثناءات الوحيدة التي تم وضعها في قانون التصالح الجديد هو طرح النهر أو الأراضي التي يتم التعدي فيها على نهر النيل وحماية الآثار والبناء الخاضع لأحد للآثار أو التعدي على نهر النيل، لم يتم التصالح معها. وأضاف أن القانون الجديد يجيز التصالح في تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، لافتا إلى أنه من ضمن التسهيلات التي وفرها القانون الجديد السماح بتقسيم أقساط مبالغ التصالح لمدة 5 سنوات بدلا من 3 سنوات. ونوه بأن الجهات المسؤولة عن فحص الطلبات الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء ملزمة بالرد خلال 3 أشهر، مردفا أن لجنة التظلمات ملزمة بالرد على الطلبات خلال 60 يوما، وحال عدم ردها خلال تلك المدة يعتبر موافقة على طلبات التصالح كنوع من عقابها على عدم الرد. وفقاً وفيما يتعلق بالمؤتمر الاقتصادي، قال متحدث الحكومة أن المؤتمر سيعقد على مدار 3 أيام نهاية الشهر الجاري، موضحاً أن اليوم الأول سيكون عبارة عن نظرة عامة واليوم الثاني والثالث سيشهد نظرة أكثر تفصيلاً للقطاعات المختلفة. طيب ده كان بخصوص قانون التصالح الجديد. طيب بكلام عام كده أو بصفة عامية، قانون التصالح الجديد سيتم نزوله خلال الفترة القادمة إن شاء الله بعد اعتماده من مجلس النواب. القانون طبعا زي ما بيقول الدكتور نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أو باسم الحكومة، عالج 8 حالات من ضمن 8 حالات كان يمنع القانون القديم التصالح عليها، من ضمنها أو من ضمن الحالات التي بدأ يعالجها القانون اللي هو السماح
في التعدي على خط التنظيم أو التصالح، يجوز التصالح على التعدي على خط التنظيم والقيود الخاصة بالارتفاعات وبناء خارج الأحوذة العمرانية، ونحط تحتيها خط البناء خارج الأحوذة العمرانية، يجوز التصالح على البناء خارج الأحوذة العمرانية ويتم التعلية بعد ذلك أو بعد نموذج 10، لكنه حاليا سيسمح بالتصالح معها طبعا زي ما احنا قلنا، ولكن استثنى القانون حالتين من التصالح وهما أو ثلاث حالات وهما السلامة الإنشائية والبناء الخاضعة أو المباني الخاضعة لقانون الحماية والأثار والبناء في أو التعدي على مياه نهر النيل، يعني الأثار ونهر النيل والبناء اللي هو يبدو به غير مسالم إنشائيا أو السلامة الإنشائية التي تخص السلامة الإنشائية. طيب ده كان موضوعنا النهاردة بخصوص قانون التصالح الجديد. أي سؤال أو أي استفسار ضعه في تعليق وإن شاء الله نجاوب على جميع الأسئلة. شكرا لحسن استماعكم، كان معكم مصطفى بشير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.